مشاهدينا، للحديث عن الموضوع معنا من عمان عبر الهاتف العميد عودة الشدافات، مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية. عميد عودة، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، ما الخطوات التي اتخذتها جهاتكم للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية السيئة والتي يمكن أن تطمئن السكان وأيضا السياح على حد سواء؟ شكرا لكم، شكرا للمتابعة، شكرا للتقرير اللي سمعنا له قبل قليل واللي كان شامل تقريبا لمعظم ما وملخص ما يحدث في الأردن خلال هذه الظروف الجوية. القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية في كل المناطق اللي داهمتها السيول تعمل بتنسيق مشترك من خلال مركز إدارة الأزمات اللي على مدار الساعة يعمل بالتنسيق أيضا مع غرف العمليات في القيادة العامة للقوات المسلحة وغرف العمليات في مواقع اللي داهمتها السيول. من أكثر المواقع اللي وصلتها السيول منطقة الجفر إلى الجهة الشرقية الجنوبية من معان قريبة من الحدود السعودية، ومناطق العقبة نوعا ما، مناطق وادي موسى، ومناطق ضبعة إلى الجنوب من عمان، مناطق سد الوالة باتجاه مناطق البحر الميت، وأيضا مناطق في شرق الأردن في الرويشد. هذه المناطق شهدت سيول غزيرة جدا وأمطار كثيفة وتدفق كثيف نعم، للسيول، مما تسبب في حصار الكثير من المواطنين، حيث قامت الجهات باستنفار كافة الإمكانيات، سلاح الجو الملكي الأردني من القوات المسلحة وناقلات الجنود والأعداد الكبيرة جدا من مرتبات المناطق العسكرية ضمن مناطق تواجدها. الكل يعمل من أجل إنقاذ المحاصرين في هذه السيول وإنقاذ السياح اللي كانوا في مناطق البتراء، إلى جانب فتح مدارس الثقافة العسكرية وبعض المساجد والمعسكرات لاستقبال من حاصرتهم السيول والقيام بإيوائهم وتقديم نعم الخدمات اللازمة لهم. عميد عودة، حتى الآن هناك أناس كثر محاصرين في مناطقهم نتيجة السيول. لا يوجد عدد كبير جدا، إنما لا يزال هناك بحث يجري عن طفلة مفقودة، توفي 12 شخصا و يعني أصيب أيضا 12 شخص، ولا يزال البحث يجري عن طفلة مفقودة في مناطق مليح في منطقة وادي الوالة. وأيضا الآن يعني قبل اتصالكم بحوالي 10 دقائق تم تحريك طائرة الاستطلاع الجوي إلى مناطق الجفر لتقوم أيضا بمسح المنطقة والتصوير الجوي، لأنه لا تزال المنطقة تشهد غزارة سقوط أمطار من هناك. تم إيواء عائلات سورية وعائلات أردنية في مدارس نعم، مختلفة في مناطق الجنوب، ونتمنى السلامة للجميع ونترحم على من فقدوا بهذه الظروف الجوية. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. حدثنا من عمان عبر الهاتف العميد عودة الشدافات، مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية.